ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي المحاضرة الأخيرة، المحاضرة الستة. المحاضرة الستة هنتكلم عن شابتر خمسة. شابتر خمسة هو بسيط ولذيذ قوي، ومعلومات احنا عارفينها، يعني يعتبر مش جديد قوي، يعني معلومات احنا عارفينها. يعني المهم بيتكلم لي عن الديفينيشن الفورمال والانفورمال وهكذا. تمام، طيب نخش على طيب بيقول لي ايه. بيقول لي informally ال table بنسميه relation، وال row بنسميها tuples. تمام، بيقول لي ايه تاني في السلايد ديت. بيقول لي اني ملاقيش relation ملهاش primary، بمعنى ملاقيش table ملوش primary. ولو لقيت ايه تاني، نتكلم نخش على بعدها. ولو لقيت اختراع، حد اخترع مثلا اللي هو key من عنده، فده هنسميه اللي هو artificial key. اتكلمنا عنه في حتة ان احنا احتاجناه في حتة اللي هي union. تمام، فلازم نخلي بالنا ان احنا ما نحطش برايمري، ما نحطش ارتفيشال كي كده من عندنا عمال على بطال، اللي هو ايه، ما كل ما نروح حته نحط ارتفيشال كي ارتفيشال كي، في الاخر يبقى عندنا كده جدول من برايمرات كي كده كتير وحاجات كده ما لهاش لازمين. ف نخلي بالنا ان احنا ما نقعدش نرمي ارتفيشال كي كده طول ما احنا ماشيين. المهم بعد كده هيكلم لي عن السكيما. السكيما لو احنا فاكرين ان هي كانت بتترسم عبارة عن بتاع كده مستطيل، والمستطيل ده بيتقسم لحتت، وبنكتب فوق اسم التيبل والله ان في حاجة كده بشوفها انهم بيقعدوا يكتبوا في حاجة كده على الشاشة عشان الناس تتخيل، بس انا ما وصلتش للطول دي الصراحة، بس لو وصلت لها هستخدمها عشان خاطر اوضح اللي انا بقوله ده. المهم احنا عارفين السكيما بتتكتب ازاي، فقال لنا ان في طريقه تانية ان احنا ممكن نكتبها. زي ايه؟ زي ان انا اقول له كده اسم التيبل اهو، تمام، الار اللي انا حاطه عليها الكيرسور دوت، وبعد كده نفتح قوسين ونكتب ما بينهم بقى ايه الاتريبيوت بتاعتنا. طيب في نقطه بيقول لي ايه، بيقول لي ان انا عندي كل اتريبيوت لي دومين. يعني ايه الدومين؟ الدومين يعني انا عندي داتا تايب ليها، يعني الفورمات بتاعه، يعني كده string float int وهكذا يعني. المهم بيقول لي واحنا بنسمي الاتريبيوت لازم تكون اسماء معبره واضحه، ما ببقاش انا حاطه كده اسماء مبهمه واللي يقعد يقرا يحذر ويفزر اللي مكتوب. ولازم اخلي بالي لو منزله الفورين كي باسم مختلف، يعني ما بقاش انا منزله كده اللي هو بي نمبر بعد كده اقول له بي انه او مثلا، يعني ما فيش الهزار ده. ايه تاني، ايه تاني عايزين نتكلم عنه؟ اهي دي السكيما اللي احنا عارفينها. تمام، تانية بقى اللي احنا بنكتب اسم التيبل وبين قوسين الاتريبيوت بتاعتنا. طيب هنا ايه شويه، عامل لي سامري للديفينيشن، بيقول ان التيبل اسمه ريليشن، والكولوم هيدر اسمه اتريبيوت، والرو اسمه التابل، والتيبل ديفينيشن اسمه سكيما وهكذا. نعدي عليها. طيب دي يعني انا بقولها للمره كتير. نقرا السلايد، ما نكتفيش باللي بيتقال في يعني هي الدكتور قالت اللي بتاعها في محاضرة مهمة، ولكن كل مرة كل فيديو يقول كده نقرأ السلايد، يعني نعرف بس حتى اللي موجود فيها. يعني في سلايدز بيتعدى عليها ما بتتقريش في المحاضرة، فاحنا نقراها لان ممكن جايز يجي سؤال ما بين السطور كده، فنبقى احنا برضو عندنا فكرة، ما ناخدش يعني كده الواحد بياخد احتياطه. طيب المهم نخش على الكاركترستكس، مالها بقى. بيقول لي مثلا عندي tuples of row، بيقول لي اللي موجودة في التيبل هل هي بتكون ordered، يعني ايه ordered؟ يعني هل هي مترتبة، يعني هل هي معمول لها sort،
لا طبعا. ليه يعني؟ ببساطة شديدة جدا يعني، احنا عارفين احنا بنيجي ندخل الداتا بندخلها كده ايه ورا بعض ورا بعض، اللي هو كده سمك لبن تمر هندي. فطبعا مش هتبقى مترتبة، ولكن بتترتب في حالة ان انا جيت قلت له انا عايز اعمل صورتي يا عم، باللي هي الاوردر باي لو فاكرينها. المهم بعد كده هنتكلم عن الكونسترين. ايه هي الكونسترين؟ الكونسترين هي فكرتها اني اللي هي الكونديشن يعني. تمام. طيب في حاجات اصلا في البرنامج معموله اللي هي بيلت ان، تمام، زي مثلا الكي كونسترين، الانتيتي كونسترين، والريفنشنال كونسترين. تمام. هنتكلم عن كل واحده فيهم. الكي كونسترين مالها بقى؟ انا في حته عددها سوري بتاعه الساعة 12 الساعة شوية تبقى واحدة بالليل، انا مبسهرش اصلا بس عشان خاطر اخلص الفيديوهات. المهم الدومين كونسترين مثلا، نرجع كده خطوة تاني. يعني المهم بيقولي في الدومين كونسترين لو انا جيت دخلت قيمة غلط، هو بيبتدي يقولي ان انا لا في حاجه غلط، مثلا دخلت سترينج في انتجر ومش عارف ايه وعكيت الدنيا، فقولي لا انت كده ايه بتهبل، فكده غلط يعني، ركز يا حبيبي. المهم مثلا في الكي بيقول لي ايه مسؤول عن اليونيك بتاع البرايمري. تمام. هيضرب لو انا جيت دخلت له ايه مثلا نفس البرايمري، مثلا دخلت له 5 ورجعت قلت له ايه 5 تاني، فاللي هو لا ركز بقى ركز كده غلط. بعد كده في الانتيتي، ده مثال بصوا عليه. الانتيتي بقى لو حاولت ادخل نال في البرايمري كي، فطبعا هيقول لي لا يعني برايمري كي لازم له رقم فما ينفعش. طيب حتى لو في حته الكومبوزيت والكومباوند، لا مش هيقبل برضو بنال، لازم تدخل له قيمه، ما ينفعنيش النال ده بحاجه. طيب الريفرنشال مش متاكده من نطق الصراحه، بس يعني ايا كان فكرتها ايه بقى. فكرتها ان انا عندي مثلا رابطه اتنين تيبل ببعض، واحد فيه برايمري كي وواحد فيه فورن كي، فبيبتدي يقول دلوقتي انا عندي مثلا برايمري كي 3 و5 و7 مثلا، وجيت قلت له فورن كي بتاعي 2، فيقولي لا غلط مفيش عندي 2 دي، انت بتجيب منين يعني الارقام دي؟ انا عندي 3 و5 و7، ما ينفعش انت تجيب لي ارقام ايه ملهاش علاقه اصلا بالبرايمري كده غلط. طيب في سؤال بقى، هل كده خلاص. هل سؤال في حتة الكونسترينز بقى والكلام ده، هل ايه ركزي، هل هي دي بس الكونسترين الموجودة؟ لا في كونسترينز تانية اللي احنا بنكتبها في الايه في البرنامج، اسمها سيمانتيك. تمام. سيمانتيك فين الكلمة دي بقى؟ ايوه I remember ان انا قريتها في حته، ما علينا. المهم كل اللي اتقال فيها ان هي السيمانتك ديت اللي احنا بنكتبها جوه الكود. يعني مثلا قلت له ايه ما تدخليش حد عنده، ما تسجليش مثلا لو عنده اقل من 10 سنين ما تسجلوش، فهو اي حد يدخل لي مثلا اقل من 10 سنين فمش هيدخل كده يعني، اللي هي اللي احنا بنكتبها جوه الكود بتاعنا. المهم ننزل بقى، ننزل على حته الاوبريشن. اهي السيمانتيك، قلت لكم انا فاكره ان انا قريتها. السيمانتيك اهي كونسترينز اللي احنا بنكتبها. او الاوبريشن بقى، هنتكلم عن حاجه حاجه، هنتكلم عن الانسرت، هنتكلم عن ديليت، هنتكلم عن الموديفاي. الكلام ده طبعا احنا عارفينه وانتوا هتسمعوه، يعني كلام مش جديد، كل ده احنا عارفينه. المهم الاوبريشن انسيرت بتضرب في وشي لما ايه، بتضرب في وشي مع 6 حالات. اول حاجه لو انا سايبه برايمري بنال، لو دخلت برايمري متكرر، لو دخلت قيمه اكبر من حاجه عامله لها تشيك زي ما انا ما قلت كده، مثلا ما يدخلش اكتر من 10 فمش هيدخل اكتر من 10 وهكذا. لو دخلت هيضرب في وشي. لو دخلت داتا تايب غلط، يعني حطيت مثلا فلوت في سترينج، فلوت في انتجر وهكذا. لو انا ما دخلتش الحاجة بترتيب الاتريبيوت صح، يعني مثلا عندي اتريبيوت نيم ادرس تليفون
فجيت قلت له نيم تليفون ادرس، فلا غلط يا معلم ما ينفعش الكلام ده، انا عايزه تليفون نيم وادرس وتليفون. طيب خامس سادس حاجه بقى، لو دخلت ريكورد ودخلت فورين كي ملوش علاقه بالبرايمري كي، فبالتالي هي ايه هيضرب في وشي برضو، مفيش الكلام ده، انا ما عنديش الكلام ده في البرايمري كي. وفي حته كمان هو انا ليه ما جبتش السلايدز، انا اسفه يا جماعه بعتذر، انسيت اهي انسيت اهي سوري يا جماعه. ايه تاني عايزه اتقال في الانسيرت؟ في حته انا كاتباها بس انا مش متذكراها قوي ومش فاكره ايه المعنى المقصود بيها، فمش هقولها عشان ما تكونش غلط يعني. طيب نخش على الديليت. مالها بقى الديليت؟ الديليت بقى فكرتها في ايه؟ مثلا انا جيت لو انا شلت برايمري من تيبل، تمام، ريكورد في ريكورد كده برايمري هو انا شلته من التيبل خالص، والبرايمري دوت مربوط بفورين كي في تيبل تاني، فايه بقى يا معلم الريليشن الموجودة دي هتوديها فين؟ نرميها في الزبالة ولا نعمل بيها ايه؟ فكده غلط، دي مشكلة بتحصل في الديليت. فبالتالي هيقول له سوري انا مش هعمل ديليت لان في ريليشن موجودة، فبالتالي يا اما انا امسح بس انا بقول ايه المهم. فبالتالي اول حل ان انا مش هعمل ديليت، الحل التاني ان انا هعمل كاسكيد. ايه هو الكاسكيد؟ مثلا انا همسح اللي هو برايمري كي رقم 3، فانا بالتالي همسح كل الريليشن اللي مربوطة بيه، دي نقطة. حل تالت بقى ان انا هعمل ابديت الفاليو بتاعتهم اخليها بنال مثلا، او مثلا فاليو تانية او ديفولت وهكذا، تمام. دي حاجة في الابديت. طيب سوري في الديليت. في الابديت بقى لو عملت مثلا ابديت لفاليو بداتا تايب مختلفة، تمام، فدي تحصل فيها مشكلة. ولو برضو عايزني اعمل ابديت للبرايمري، فحتة الابديت للبرايمري دي برضو يعني قريبة شوية من حتة الديليت وهكذا، تمام. بس ده كل اللي اتقال في المحاضرة، ويا رب اكون افدتكم، هي دي يعتبر اخر المحاضرة بس مش اخر حاجة انا سجلتها يعني، لسه في حاجات كتير هتتسجل، فاراكم في الحاجات السابقة بقى. يلا باي.